طبعا هذه ذكرى قد جمعت بين الجيش وشعبه، جمعت بين الصدق والوفاء، جمعت بين كل شيء جميل لهذا الوطن. فنظن في اعتقادي أنه الكلمة التي جمعت شملنا في هذا اليوم الأغر، اليوم المبارك اللي هو 22 فيفري، يوم مبارك بحراكه، يوم مبارك بجيشه بشعبه. فنحيي ونثمن كل شيء يجمع بين الأخوة. الجزائر كلها أعياد، احنا هذا 22 فيفري هي الإحياء الروح الوطنية وتماسك وتلاحم الجيش. إذا كانت المرأة هي حاضنة للثورة الجزائرية فيما مضى، فهي التي أنجبت الأبطال اليوم. أبطال اليوم هما يمثلوا الجيش التحرير الوطني ويمثلوا المجتمع بحضور قوي، حضور يمثل الشريحة كبيرة من المجتمع، من المرأة العاملة، المرأة المنتجة، المرأة المكتب في البيت اللي عندها دور كبير مهم جدا، وذلك لتقريب العلاقات بين الشعب والجيش، لأنه الجيش يعتبر خط أحمر بالنسبة للشعب الجزائري، خاصة مع هذا الوقت الحساس بالذات التي عندما نرى هذه الفتن وهذه من أجل مس بالاستقرار للوطن. هذا نعتبره يوم مهم لأنه سيلاحم بين الجيش وشعبه. هذا الموعد موعد تجديد مع الذات، موعد التجديد مع كل الأنظمة لبناء دولة جديدة التي نأمل لها كل الرقي والازدهار، وتحت شعار التلاحم مع الجيش، هذه المؤسسة اللي أثبتت في عبر مراحل عمر الوطن وعمر الجزائر، أثبتت حضورها وتلاحمها مع الشعب في كل أزماته، في كل أفراحه، في كل مشاريعه المستقبلية.